مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام. هذا هو مكانه. يا راجل بقول لك يا شيخ أسامة، ايه المسجد ده؟ تمام. طيب ممكن تدينا يعني شوية معلومات عن المسجد؟ والله هو في الواقع وين راح ابراهيم؟ يا الله يا ابراهيم فين ابراهيم؟ بس انا نصور يا رب. هذا ما في يا اخي يا اخي يا اخي هون شيف عم بيقلب بيجا وصول وكول كلال اشحس قبر يا شيخ أسامة. ادينا شوية معلومات عن مسجد قباء. ما اقدرش كان عند الشيخ ايهاب، هات لنا من عنده شوية معلومات تانية. تعالى قرب. نبني هنا فقال لا ينزلها مأمورة، هي مأمورة من قبل الناس. بيت عائشة اللي فيه المسجد، هذا بيت عائشة. لا مش اللي فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول موصل الرسول على إن شاء الله. I just tried to correct something because it's really not confused. Do you know where the Masjid of the Prophet صلى الله عليه وسلم؟ Okay.